أحسن الله إليكم السائل هشام كاف كاف من الخرطوم، له مجموعة من الأسئلة. يقول: من حكمة من خلق الجنة والنار قبل خلق الناس وقبل يوم الحساب؟ أولا هذا السؤال لا داعي له. الإنسان يسأل عما يحتاجه من أمور دينه، أمور عقيدته وأمور عبادته وأمور معاملاته، يسأل عما يحتاج له. أما لماذا خلقت الجنة والنار قبل الناس، هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره. نعم.